كتبها المثقفون. كتبها دكتور جلال يصلح لي عربي. طيب كتبها المثقفون على بيان الحكومة. تحب نبدأ حضرتك برأي الشارع ولا نبدأ برأي زي ما انت عايز؟ حضرتك تفضل. ايه الشارع اهم؟ الشارع اهم. طيب نسمع الشارع في تقرير زميلنا عبد الله منتصر، واللي عايز اشكره لانه سافر عدد كبير جدا من محافظات الصعيد عشان يجيب نبض الناس في الصعيد وفي كل المحافظات او في معظم المحافظات. تحية طيبة لكم ولشعب مصر العظيم الذي تحمل الكثير والكثير كي نصل الى هذه اللحظة التاريخية. تابعت برنامج الحكومة أثناء عرضه على البرلمان؟ والله أنا بيني وبينك أنا ما بتابعش التلفزيون دلوقتي خالص، لأن أنا خلاص زهقنا من الكلام والمتابعات وكله كلام على الفاضي. كل حكومة بتنزل بلد جديد، تمسك البلد جديد، بتنزل تقول هنعمل وهنعمل 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 ومعاهم لحد ما يشتالوا، وتنزل حكومة غيرهم ونرجع لنفس القارة تاني. والله حاجة أنا ما سمعتوش البيان، بس إحنا بنطالب الحكومة إن هي تخلي بالها من الناس الفقيرة. لا ليها دعوة بالحكومة ولا تغيير الحكومة ولا ده، أنا ليها دعوة بشغل ببطالة ومعاملة كويسة من الحكومة، ده مش لاقيين. لا والله ما تابعته. لا ما تابعتوش. لا احنا ما بنتابعش برامج، احنا ارزاقية كلنا على الله. ايه اكتر حاجة لفتت نظرك في بيان رئيس الوزراء امام البرلمان؟ واحد اللي هو ينهض بالتعليم، وده شيء اساسي اللي هو لازم ينهض بالتعليم. لا عايزين نسمع بيانات ولا عايزين حاجة، احنا عايزين نشوف كده على الواقع. صحة طبعا، بنروح المستشفى، بنقف طابور طويل وبيدونا العلاج كل واحد. يعني اللي مريض بالسكر هو العلاج، اللي مريض بدوت مريض بدوت مريض بدوت، كلام بيتكلم ومش فعل على ارض الواقع. هنا السعيد مهمش، وعملنا المدرسه المبنى اللي ارضه، وقلنا للتربيه لمديريه التربيه والتعليم تعالوا استلموها، ما استلموهاش. كلمه توجهها لرئيس الحكومه؟ يخلي باله مع الفلاح شويه، يخلي باله شويه من الصعيد. اتكلم على مشاكل الفيوم كده، ما فيهاش محجر خالص وكده، نسبة البطالة زادت. تسهيلات إدارية للمواطن، المواطن ده معاه 100 جنيه بيعيش منها، بياخدهاش منه موظف عشان يعمل له حاجة. الفيوم تكون في خطة الحكومة، ولكن هي من زمان هي مش موجودة. خلي باله من الفلاح الكادح، الفلاح اللي مات، الفلاح اللي شال طينة خالص. أنا أطلب مش عارف أقول إيه. أهم حاجة الحكومة يعني توفر فرص عمل للشباب. لازم تخلي بالها من الصعيد، لأن الصعيد معدومة. عندنا الصحة بايظة خالص. عندنا اجهزه حوالي ب 2 مليون ما حدش بيستخدمها. نقف جنب الفلاح، الفلاح لو اتشجع كلنا هنعيش بخير، كلنا هنعيش بخرخاء. مات الفلاح كلنا بنموت جنبيه. انت شايف ان الفلاح سقط من بين سقط خالص؟ سقط خالص، سقط على الاخر. انا بقول لك سقط خالص. الفلاح مات، الفلاح مات، الفلاح مات. يمكن دكتور جلال زي ما شفنا، وانا حتى كنت بقول في المقدمه، المساله او المحك الرئيسي مش كل التفاصيل التي جاءت في بيان هذه الحكومه بالنسبه للمواطن البسيط. هو عنده سؤال رئيسي بيزور في ذهنه، الكلام اللي بيقولوه ده هيحسن معاناتنا كم